بارك الله فيكم. تقول السائلة: إذا صليت 4 ركعات قبل العصر، فهل أصليها متصلة مثل صلاة العصر أم أصليها ركعتين ركعتين؟ تصلينها ركعتين ركعتين، ولا تصليها بتسليم واحد، مقترنة بتسليم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى مثنى، ويقول صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا هو الأفضل والأكمل. نعم.